الأكاديمية العربية للصغار Kids Arabic Academy. تمر محشي بالبسكويت. المقادير: نصف كوب حليب، نصف كوب بسكويت، 10 حبات تمر، ربع كوب طحينية، كوب فستق حلبي. الخطوات: 1 ضع الحليب والبسكويت والطحينية في الصحن. 2 اخلط الحليب والبسكويت والطحينية في الصحن. 3 ضع خليط الحليب والبسكويت والطحينية داخل حبات التمر. 4 زين التمر المحشي بالبسكويت بالفستق الحلبي. صحتين. ضع، اخلط، زين. في، فو، فستق حلبي، فو، الفستق الحلبي. ق، المقادير، اق، فستق حلبي، كو، كوب، ك، بسكويت، لي، حليب، ل، البسكويت، ل، المحشي.